يقول أثناء الحج تعذر علي أن أرمي الجمرات في اليوم 12 فرميت عن اليومين في اليوم 13 ولكن رميت عند كل جمرة 14 جمرة، فهل علي شيء؟ هذا غلط. كان الواجب تستكمل الجمرات عن اليوم الأول ثم ترجع وتبدأ من جديد عن اليوم الثاني ولا تخلطها هكذا. إذن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم.